هيدي المنطقة اسمها بكفية، مشوار فريد من نوعه، أكثر من 16 وقفة، أنا وخي الدودز رح فرجيكم بكفية بطريقة مش شايفينها من قبل، مشوار ببلش هلا. والعانة أول وقفة صاج الحنون، let's do it. نحن معودين على الصاج اللي هو مبروم. عندك العجينة بتستوي من تحت بترجع بتحطها من فوق بتحط لها الزعتر. قد ايه صاركم فاتحين؟ صرنا 12 سنة. 12 سنة، و 12 سنة صار لهيك. صار لهيك المال الهوية اللي أثر، ونحن هلا عم نستوي. شو بدك دوقنا؟ هلا في اللحمة عم تطلع. مرحبا. موجود. كيفك؟ حضرته الوالد. الوالد. ويرد ويرد شغل عائلة صار لهم 12 سنة. أول وقفة وين جبتنا؟ صاج الحنون. يعني المينيموم إنك تمرق عن صاج الحنون أول شيء. مين ما طالع مين ما نازل صاج الحنون. واحد ما بيفهم إلا ما يدوق. عجينة كتير رقيقة. منا محمصة ما بتكسر، طرافة بس هيك لذيذين مثل البسكوي. الجبنة دايبة أكتر بكتير من العادة لأنه بتفوت على الفرن من تحت. هيدا صاج مثل ولا مرة أكلت، لأنه بيجمع بين يعني ريحة أو إحساس الصاج والفرن العادي. واحد صار له 12 سنة مش بالغلط أكيد. أنا ناطر هيدا بيتزا عزعتر أخضر. هيدي دايت. واو هيدي دايت. هيدي ايه ما في كوليسترول ما في شيء. لا معمولة دايت. واو واو واو. العجينة العجينة مش معقول. عجينة تفرط عن جد مثل البسكوي. ما في القوارمة المنة تقيل. البيض الكتير طازة. شغل إذا مبلشين هيك شو هالنهار؟ مشوار بكفية لازم يكون ياخد عائل. ما قبله إلا ما ناخد شيء معنا. قال البيتزا قال البيتزا عزعتر عظيمة والكشك روعة. راح الكشك بيت البيتزا. أبو شبل ملحمة بلشت بال 1957 معروفة بالني بالقصبة بالسودة. هي تندوق عصام كيفك؟ مية. قالوا لي اللحمة عندك وبس. دوق هون كل بس هون بناكل وبس بس. بحب الناس اللي بفوت لعندهم ما بيفوتك بالاخبار وقل لي وتقل لك وايمتى. لا 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 لك دوق وقل لي من الاخر كل وبعدين خبر انت لحالك. اي سنة فتحته؟ شو بتعمله وكيف اشتهرته؟ هلا 57 كان بيي. أنا جيت سنة الـ 82 لهون وبعدني هون. شو اللي بيعمل لحمة أطيب من غيرها من ملحمة للتانية؟ أول شيء النفس. هي أول شغلة نفس اللحم غير. بعدين كل واحد عنده طريقة وكل واحد حسب البضاعة. سبحان الله. هالكلمة اللي دايما بنحكي فيها النفس. هالكلمة اللي ما لها ترجمة لكل بلدان العالم بيطبخوا بس اللبناني بحط فيها نفس. مصلحة اللحم هي نفس النظافة. بدك كاس عرق لعيونك. يلا كاس عرق معلق. تاني وقفة بوحدة من أحلى ضياع لبنان بكفية. جربت ترويقة على طاولة على الطريق. جربت كتير ترويقات بس ترويقة على المرسيدس ما صار بعد. لا عصام يلا جيب لعبن الملفان. عشرات السنين مرسيل انجينا لهون ددي منبلش بالترويقة وما بتحلى الترويقة بلا شو؟
هيدا اللي بهز الراس. هيدا بيرعد هيدا. رعدة صغيرة على بكرة الصبح تيكون نهار مع ضحكة كبيرة. يلا مين رح يكسر؟ أنا بكسر يلا. نعملهم تلت بتلتين نهاري طويل. تفضلوا تفضلوا. لا شو هالعرقات الغير شكل؟ هاي العرق لشو؟ وتجمعوا الشباب. فينا ماي هي مين جاب عرق؟ والله على صندوق السيارة على الطريق العام باب كفاية بوجه الملحمة. أفضل منا. وبتنسى اللي حصل. هلا هيا انتوني هلا بالشباب. تعرفنا على بعضنا هلا بيحضروا البروجرام وليش ما متروق سوا قرب حول بطل خينا انتوني اهلا وسهلا فيك بك فايا بلش عمري يا عمري على العرقات قد برو تحت امك يلا يلا شباب بالدار حط الكاميرات على جنب بدعت لامكم يلا يلا قربوا وراي لا تحس روعه تفضل يا برو اهلا وسهلا بالشباب بتعرف هيك بيكتبوا هاي هاي على صندوق المرسيدس ما صابت هيدا كاس الشباب هيدا كاس احلى جمعه بنوك يا حضره اشرب لي كاسه طب يلا اشرب احلى ترويقه باحلى بلد بالعالم خبريه ام منصور ضروري نسمعها منصور هذه سنة 83-84 بقى منصور شو طلعت لهان وإيام قصف وضرب والأرمن كلهم هون بكفاية عم نشتغل نحن أنا والد وبي مرق بالأرمن كله كان درج من جيب شديد من جيب وصدره ومدري شو بي مرق بهالنسوان الأرمن ماشيين ماشيين ومنصور وقفة عملت لك شوية راحت ظهرت هيك جاب كان في كراسي قش سحبت كرسي حطتها بنفس المحل وقفت قالت له إميل قال شو قالت له شوف يا أخو مرقني بقى اتفرج يا اخو تشقله التنور هيك اتفرج يا اخو مرقني ها بدها شدت حالها والوقفة التالتة عند فرن كعك بعرفه من زمان وبحبه كتير يلا اسمعني اذا بدك يعني الترويقه اللبنانيه من فول لحمص لمنقيش لكتير اشياء وربنا كملها معنا بكعكه غير شكل مرحبا يا هلا بالشباب بعرفك من زمان صار لي شي 5 سنين بيجي لهون لانه الكعكه عندكم مش مثل حيالله كعكه رقيقه قاسيه وعليها سمسم شوي مثل البانقولي ومش معقول اطلع بكفيه ما ارجع اكل الكعكه اهلا وسهلا فيك جاي على محلك هلا الكعكه اللبنانيه كعكه عصرونيه لها لذتها بتتاكل بعد الظهر او ترويقه واجمالا بحطوا فيها عكاوي الكعكه عندهم هلا بتشوفوا فاتح لونها اسمك قطره شوي مثل المخديه ومثل كانه خبز ما اقوله ثالث وقفة كعكة بكفية وين رايحين هلا؟ سيربريز قصتي أنا والمنقوشة هالمنقوشة اللي بحبها كتير وبحكي فيها دايما في منها بالفرن في منها عصاج في منها محمصة في منها مع لبنة مع زعتر مع خضرة صار في هلا منقوشة بالعلبة علبة منقيش فيني اخدها معي وين ما كان منقوشة بعلبة تعرفت عليها من شي 4 سنين أرق منقوشة بالعالم بعتقد فيكم تشوفوا من وراها الضوء بتكسر مثل البرشانة بتقرقش بتوقف شعر الراس وطيبة قدشو صحتين المنقوشة صارت تتاخد معكم وين ما كان على كاس انتو عم بتسوقوا ترويقة سريعة شوية لبنة ونقطة خيار عليها هيدا الاختراع بعقل هي حلوة واحد وعم بسوق بس انا وراك على الموتو
راح اخذ كمان شوي. يلا هات نكفي. واحد بيوصل على بكفية بيعمل شغلة كتير أساسية، بيوقف بياكل كورنيه بوزة. أهلا وسهلا. البوزة اللي بلشت سنة 1936 ونحن هلا بالبيت محل ما العائلة بلشت. يا أهلا وسهلا فيك. موريس مرسي على الاستقبال، خبرني نحن وين وين جايبنا. أهلا وسهلا فيك. أول شيء حضورك بشرفنا، ثاني شيء هذا البيت عمر بال 1880 وانتهى بال 1906، وبال 1936 بلشوا يعملوا البوزة ورا البيت. فتفضل نفرجيك. تفضل. هذا البيت القديم. اهلا وسهلا فيك. سقف ازرق، حيطان عراد، بعده كتير قديم، بعده من الغراض القديم. هول شغل أما لستة هديتهم إياها وقت تجوزوا، عمرهم أكثر من 100 سنة. نايس. شارل بشير هو الرسام، هودا من أول لوحات رسمهم. أوكي. طبعا كل بيت لبناني في ثلاث قناطر مشهورين فيهم، فمواجهة للغروب للبحر الشروق. بونجور. بونجور. اهلا 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 اهلا. نحن بنتذكرك بالفرع بجل الديب بالمحل وعم بتحط البسمه على وجوه الناس، بس انتم بلشتوا شغله صار لها كثير زمان، وميرسي لانه فوتونا على بيتكم. اهلا وسهلا على محل ما كلمه بوزه بلشت. يمكن ايوه خبرنا اكثر. البوزه كلمه بوزه باللبناني قديما السرياني الارامي، يعني البوز والمبوز، المبوز مسقع والبوز الراس، يعني تم كلمة بوزة الأكلة المسقعة. هاي تبليشي. نحنا بلشنا سنة 1936 بيي وأخوته يجيبوا التلج من صنين، ونجيب السحلب من اسطنبول، ونجيب الحليبات من عندنا من هون من الضيعة. بالبداية كنا بالعزم، يعني هذا العزم كنا نكسر التلج بهايدي وبرميل كبير نحط التلجات برا. خبريك بلشت الأختين يلي وهن الأختين يلي بس تجوز بي وعمي، أخدوا أختي سلفتي، يعني أنا عندي أمين وبيين نشكر الله. واحدة تجوزت بالكنيسة بزيت النهار، واحدة تجوز بالبيت هون، عمي تجوز هون، بي تجوز بالكنيسة. وكفوا هالمشروع. سنة 36 كانوا أربعة، سنة 48 صاروا اثنين. بقى سنة 48 خالتي اخترعت هالاختراع نحط كريم على البوزة، والشوكولا مع الكريم صارت اسمها شوكولا مو. اوكي. لما حطينا نحن الكريم، اول ناس نحن نحط كريم بالعالم يمكن، بس لما حطينا هذه صارت شوكولا مو، وصارت شوكولا مو مشهوره. شهرنا مش الشغل. وعدتني ارجع اقضي نهار عندكم وتفرجوني المعمل وتشوف كل القصه. يا اهلا وسهلا. اللي بلشت بين اختين وخيين. صحيح. اليوم صار في عندهم فرع بفرنسا. شرفتوا. خليكم بصحتكم. ميرسي كثير. ورجع اكيد رجع. يا اهلا وسهلا. هاي كيفك؟ كيفك اليوم؟ طبعاً. أنا وين؟ أنت بأطيب صاج. بيقولوا إنه أطيب صاج بلبنان. من بكفية طريق دهور الشوير على الكوع حد النبع ما بيضيع. أرما بتقول أطيب صاج. مثل واحد عم بيتحدى التاني وعم بيقول له وقف عندي تبرهن لك إياها. مظبوط. دوقونا تنشوف. يلا. الصاج الأصيل. حبيت كتير طريقة الزعتر. الزعتر منه مخلوط مع السمسم كتير. المدام تعمله بأصابيع، بعرف ليش اسمه منقوشة. منقوشة لما تنقش بالأصابيع، منقوشة بتنعمها بتنقشها بأصابيعها، بتحط أصابيعها بالسمسم وبترجع بتزيد على المنقوشة. أنا وياك
شيرينج از كيرينج. طعمتها النفس هالست اللي بتعقد، طعمتها الزعتر اللي منه حد، طعمة الخضرة اللي بتاخد العقل، العجينة اللي كتير رقيقة ما بتكسر مثل البسكوي ومنها سميكة وبتعلق، المنقوشة اللي بيطلع عبالك تاخد كاتشة تانية منها، هيدي لقمة لبنانية أصيلة. منقوشة القوارمة للطريق. مرسي كتير، مرسي، خليكم بصحتكن. رجع شو بيه؟ طب ما خليه خليه. شو؟ بدنا حدا. ولا. أوبس. سوري. صار له شيء؟ يا ديدي؟ أنت ما بتعرف تهديه. كيف لقيت المنقوشة؟ روعة. أول مرة باكل منقوشة ملفوفة صغير مثل ساندويتش البيت. 100%، ما هيدا هو شغلهم. شغل بيت من زمان وجر ما تغيروا. هلا معقولة نجي على بكفاية ونفل بلا مونة؟ أكيد لا. مشي معي لعرفك على محل أحلى محل مونة بكفاية. المعصرة. محل المعصرة. شو حلوين الألوان. بونجور. بونجور. كيفكن اليوم؟ كيفك؟ فرجيني شو عندك. كله معمول بيت مع بعض السخن ومضغوط. أيوة. مكتوب عليه ايمتى تاريخ نعمل وقديش بضاين. صح. وكل وحده عليها باركود تتعرفوا ايمتى فاتت ايمتى ضاعت. صح. هيدي هي. هيدا هو السوبر ماركت تبع المونة اللبنانية، محل ما بتكونوا عم بتفيدوا كتير ناس، بتكونوا عم تاكلوا اكل معروف انه ما فيه اشياء يعني اكيد اكيد. وين ببلش؟ هيدا اذا بدك تدوق فيها اللبنه العاده. لبنه؟ ايه. اكيد بتكملها مع وعدتني انك تقدر تلحقني بالنهار وتاكل قد بالنهار. يلا فرجيني. يلا. زيتون مطحون. واو. زيتون مثل ما هو، منه منزاد له شيء؟ لا مثل ما هو. حديته حلوة كتير، بيلبق مع اللبنة أكيد. زيتونية الضيعة المضبوطين ويلي. التراية مع حدية لذيذة بتزكزك لسان بالآخر. بدك تاخد معك؟ إذا شاط على البيت ما معي شيء. لا ما فيني ما أخد. ما بتفوتني مرتي. أنا بحضر لك شيء، أنا بحضر لك شيء. مشوارك فيا بكفي. ميرسي. باي. الموتور الصغيرة بتساع 1000 غرض. Let's go. جيت لعندك من فترة طويلة. أول ما فتحنا كنا بعدنا فاتحين يعني. شي 6 سنين كانت. وبتذكر كانت البيتزا كتير طيبة وحطيتها بأطيب بيتزا برأيي بلبنان. حبيت بوقتها قديش رقيقة قدي سبيسيال. عظيمة. صحتين. أول شي لونها، شكلها قديش غنية، قديش معبية على الآخر. الفريش مشروم لذيذة، كيف يعني مثل المنقوشة اللبنانية رقيقة هيك مع كسرتها على جنب، منا سميكة وصوص طماط فيها الأسيدتي اللازمة. بيتفرجوا علي وأنا باكل. تفضل تفضل لدي.
وسهلا المعزة. اهلا وسهلا. مش معقول اجى لهون مقطع لعندك. اهلا وسهلا. شبلي بالناس اكيد الكل بيعرفه، انت نقيته وقلت لك اكيد. اهلا وسهلا. نعرف بعضنا من زمان، جدي كان يجيبني لهون، رجع بيي كان يجيبني لهون، اطيب فارغ بالعالم نهار الاحد وورق عريش وكروش ونيفا. وكروش ونيفا انا بعرف كان يجيبني جدي لهون وبيي لهون تناكل فارغ ومقادم وورق عنب وكروش وكروش ونيفا مفقايه نهار الاحد كل يوم. كل يوم تعملون 365 يوم بالسنه. ايه اكيد رح نتغداهم طبيعي. شغله مهمه، شغله كتير مهمه، كروش فوارغ مقادم راس نيفا. راس نيفا مفقة. خالص مفقة خالص. ردي في أطيب من هيك أشياء؟ بعرف في ناس كتير ما بتحبهم بس أنا بغرامة، وهي هي الأكل اللبناني يعني هيدا هو. يلا بلشنا تحتين. وراس نيفا اللي ما بيعرف راس نيفا شو هو، هو راس الخروف يلي بينطبخ ساعات، يلي يمكن هي مش يمكن أكيد أطرى لحمة بالعالم. رائع. زبدة 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 على الحل، بس هيك بتدوب بدك أعرف لقيهم. بس أطيب شيء الخدود. فتش على لسان بعقد أول واحدة راحت لسان. شوف في أول مرة بالحلقة، أول مرة بناكل فارغ، أول مرة بناكل نيفا، أول مرة مطلع موتو، أول مرة بتضلها ضحكة على وجهها هالقد كل النهار. أخوات ميرسي. ميرسي. أهلا وسهلا. نهار بيتطورخ. وقفة الدلب أساسية من نحن وصغار، بنعرف هون بتصير في حفلات والأعراس والطاولات الكتيرة بتجع بكفية، وما بتجع الدلب مش مظبوطة. قديش حلوة هالطاولة، ألوانها كرامة، صحن الحمص كيف معمول، لوحة الني اللي زينتها خفيفة نظيفة، كل صحن مبين مثل ما إنه معمول هلأ، يعني مثل إنه مقطوف هلأ. مرحبا. أهلا وسهلا فيكم. دكتور كيفك؟ ماشي الحال؟ أهلا وسهلا. خبرني 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 هالقصة، خبرني هالأسطورة، خبرني هالمحل اللي انشهر بالأفراح وانشهر بالعزايم بس كمان بالقيمته الطيبة من سنة ال 78. من ال 78 الوالد مبلش بالمحل الله يرحمه مع الملياس، ومثل ما انك شايف الأكل هيدا لقمة من القلب، فبقى انتو بدكم تعطونا رأيكم. كيسك. يلا خليكم. مرسي على الاستقبال. اهلا وسهلا. الني نحن مقصودين فيه، مقصودين بالني بشكل يعني اللي ما بياكل ني عند اللحام تبعه بيجي بياكل عنه. شغله شغله طيبه كثير. زعتر، جبنه، جبنه مع الزعتر، الجبنه البلديه، زيتون، جبنه البلديه بسموها جبنه خضراء. مزبوط. ومثل العادة أنا بأكل وهني بيتفرجوا علي ما في مشكلة. ناطرين رأيك. قبل ما حتى دوق، وهي ساعات الواحد بيقول بتشبع العين وبعدين بتيجي الطعمة، الغنى اللي فيها، الشباب كيف عم بيهتموا، الاستقبال بعتقد قطعت 70% من المشوار، وبعدين اللحمة كتير طيبة، الحمص طيب، الجبنة طيبة، روح كفي بندوق كل شيء. بروجرامات ما بعمل، انا اختصاصي اكل مش بروجرامات، بحب ياكل لقمه طيبه ورايقه، هون المقصد. عظيم. الاكل بكفي كتير وبيضل في اشياء طيبه. هلا وقفت سندويشه الحاجز، بخبركم عنها. كيسكم. خليكم.
خليك انا من هالمال كسرنا الميكرو. يلا سميته الحاجز لانه هو بالنص بين المتن واللي مكفى على كسروان. اطيب ساندويتش دجاج اكيد بلبنان، وكل ما واحد طالع وكل ما واحد نازل بيستحلي هيدي الوقفه. خبزه دجاج كتير طريه، انا باخده بلا توم. لو غورمي اطيب ساندويتش دجاج، تعالوا ذوقوا سوا. هيدا هو ساندويتش دجاج من 76. ساندويتش دجاج غير شكل، بلا توم اكيد. واحد عادي؟ بعد فيك تاكل؟ واحد عادي. واحد عادي. ولا هي من هيك. العجينة، الخبزة الطرية، الدجاج منه ناشف، نكزة فايونيز أو توم، قرشة الكبيسة، وهذا هو. وقفة، حاجز، هون مجبورين. هاي هلو أنطوني، كيفك؟ جورج وجوزيف. وجوزيف ساندويتش. يس خبرني. 21 years جوزيف executive chef بكندا كان يشتغل. بتفوت على المحل في فايب بياخد العقل، في ألوان، في ضجة، في ست أشخاص عم تشتغل ورا. exactly. في روايح حلوة، الناس اللي بتحسها دايما بتجي، ما حدا جاي بالغلط. كلهم أصحابنا، ما حدا. ساندويتش شو لازم دوق؟ مايونيز، ماسترد، مشروم، لاتس، و الفيش سبمارين ستايل يعني. يس فيري نايس. هلا كنت عم بعدهم، صاروا 11 مره اليوم. اليوم صاروا 12. صار استاهل لك هيدا تشيكن بريست. خضر قد ما لازم، خبزه عظيمه، الدجاج الطرية كتير، الصويا صوص بعطيك هيك نقزة ملح بالاخر، عظيمة. هيدا ساندويتش حمص هوم ميد، كل شيء هوم ميد. حمص مثل الكريم بطراية كتير. هيدا الميكس بيجي نصها هيك نصها هيك 100%. هيدي هاف تشيكن هاف بيف. هاي شباب صاج على الحل، ما فيها خبزة تانية، طرية ماكسيموم، كواليتي توب نوتش، طعمي جنون. جو جورج ساندويتش بكفية، تعالوا تعرف عليهم. مشوار بكفية، من أحلى ضياع لبنان بكفي. هيدي صيفية بكفية، طقس عندهم حلو ومعروفة بالغطايطة تبعها. اليوم مش بس غطايطة، فين أطلع؟ اليوم مش بس غطايطة، ند كتير قوي لدرجة صاروا مي. بس المشروع الموتو ما بيوقف. أكيد لا. شو هالنهار؟ والنهار على الموتو بكفي، وهالمرة تحت الشتاء. الجو اخوات وعم تشتي علينا، ومشوار بكفية بعد ما خلص. والشباب لحقيننا. هاي جورج. روديز جوز بوكس. صحيح. أرمى كتير حلوة. الباب من برا بحس حالك هيك في محل بنيويورك. كبيات مطبوع عليهم. خبرنا أكتر. روديز جوز بوكس، روديز هو ابني. طلعت الفكرة نفتح محل عصير بكفية، ما في محل عصير بقى. ديدي شجعنا، كل الشبيبة أصحابنا قالوا لنا يلا فتحنا، وكتر خير الله وكل شيء قدامك وتفضل ذوق. قشرو ليمون فريش وكيوي فريش بقشرو، ليش دخلك؟ هودي قد ما طعموك كل النهار رح تهضم من هاو دغري. اوه روعة. هلأ بتذوقون ومنشوف. الجو الحلو، المود الحلو، الضحكة الحلوة، والنفس اللي محطوط فيهم، والألوان الحلوة، والسكر اللي مش موجود. ما تخيلت أني رح أشرب كيوي مع قشرو شي نهار بحياتي، بس شي خويت. إيه خلص هضمت، مالش نهار جديد؟ هاي إلي، نقي غيرها ومشي. يلا
تذكروا هالغنية نحن وصغار بالضيعة، الكاميون الصغير كان يبرم ونوقف ونركض نروح نجيب الـ500 تناكل بوزة. ماري كريم الفتى يا طعمة أنا وصغير. ماري كريم الفتى يمكن من أطيب ماري كريم بالبلد. هيدي الطعمة يلي منا مفلسفة ومنا جديدة يلي بتذكرني أيام كان عمري 10 سنين. النهار الطويل صار وقت جيبك على محلي لنعمل قعدة ونقعد سوا ونرتاح شوي. خيمة الدرويش. يعني اسمك درويش؟ اسمي درويش. ختامها مسك عن درويش. لقمة قعدة على رواق وبنرجع بنسرب على بيروت. يلا نهار بيتطورخ، ما بحياتي قاعدة على موتو هالقد. اكيد موتو كبيرة. طرقاتنا حلوة. حلوه هي طرقاتنا حلوه مش حيصدقوك عليها. يلا من بعد ما برمنا وركضنا وتعبنا واكلنا كل النهار بعدنا عم نكفي اكل عندي بالمحل. اهلا وسهلا فيكم بخيمة الدرويش. تغير المنظر، صرنا تعرفكن على ديدي اللي كان معنا بالنهار بس انه هلأ صار شيف. واو هلو عن جديد. بيت بقوارما طاولة غنية. وهيدا ديدي يلي كان يخدني وراء الموتو. درويش حبيبي. من الاخر حبيبي نحن وين؟ شو عم نعمل؟ انت مين؟ هالمحل شو؟ نحن بخيمة الدرويش. انا درويش. مثل ما نكون شايفين عندي 2 باشنز بالحياة. البايك، تعرفتوا علي على البايك بالنهار، هلا عم تتعرفوا علي بمحلي بالأكل. بفتكر اجتمعنا بهالشغلة أنا وأنت. هيدا محلي، هيدا جوي، تعرفنا على بيتفيا، مشوارك كان كتير حلو. شرف كبير لإلي أنك تكون معي على البايك، يمكن أحلى باسنجر طلع معي على البايك لحد هلا. كيف كان؟ عبالي خبر عنك، التقينا أنا وياك من سنة. صرنا سنة بنحكي بمشروع نقطة على بكفية. انت منك من هون بس بتحب بكفية اكتر من كتير ناس عايشة هون وما بتعرف قيمة اللي عندها اياه. ضيعة مدينة فيها اشياء كتير حلوة، فرجيتني اياها على طريقتك اليوم. اكتر من 16 وقفة ويمكن واحد من ريكور بقديش اكلنا وكشفنا اشياء. وعدتني ارجع اجي بالشتوية. شور اكيد. خلصت عندك بالريستو يلي فيه اكتر من 150 شغلة على المنيو. خبرني شو سبيساليتي وشو رح دواني اليوم؟ بالريستو في عنا عربي وفي عنا أجنبي. اليوم حبينا نكفي بالعربي شوي، هلأ منجيب شي كمان برجر أو شي لنزاي نلون الطاولة فيهم. سبيساليتي فخارة الدرويش يلي هي ميكس دجاج ولحمة مع خضرة. لبنة الدرويش، لبنة مع خضرة، لبنة بتوم على جنب محمرة. بيض بقوارما كلها لوكال برودكت. سودا دجاج لكل يلي بيعرفوا الدرويش بالمحل. والفتوش اكيد. هيدا شيء كتير طيب. صح. لحمة دجاج يلي انتبهت له صحون كتير غنية. يعني انا بطلب فتوش بيجيني هيدا الشيء هالقد كبير. هيدا اللي بينزل بالمحل على طول اجمالا، يعني هيدا فتوش الدرويش. كل هو اللحمة والدجاج؟ نعم. حس فيهم سميكة مع الحامض غير من جوا. بيت بقوارما
بدك تضلك تتفرج علي انا عم باكل. ايه بيض بقوارمة عظيمة والفتوش يلي خبزة محمصة مغطية الفتوش، فكرة تبعنا انه نكسرها صحتين. حبيت السماء بالفتوش، حبيت البقلي، حبيت الخلطة، حبيت قد صحونك كبار مش معقول. والاكل فيه نفس بيت عبالك تفرجيه وكتير واضح. بكفاية المدينة، بكفاية البيوت القديمة، بكفاية البوزة، القصر، بكفاية التمثال، بكفاية كنت بعرفها لأني بقطع عليها من بيت الشتي لبيت الصيف. بس ما كنت منتظر أعرف بكفاية بهالطريقة، 16 وقفة قاعد ورا شخص صار من أعز أصحابي ديدي اللي عرفني عليها ورا الموتو. مشوار بكفاية هو نهار كتير طويل رح أرجع على تفرجيكم إياها بالشتي مثل ما بيعيش سكينة. هي مدينة على علو 900 متر، طقسها كتير حلو، أكلاتها طيبين وشعبها كتير طيب. على الموتو وأكتر بكتير، مشوار بكفاية بيخلص هلأ.